والله الذي لا إله إلا هو ليس هناك أثمن من رضا الله. خالق الكون راض عنك، ليس هناك أعقل ممن يمشي برضوان الله، وليس في الإسلام حرمان. أتمنى أن الإنسان يعامل الله بصدق بوضوح. يعني إذا أنت تركت شهوة متعلق بها من أجل أن ترضي الله، الله بيحرمك شيء؟ أنا لا أقول أن المؤمن معصوم، بس المؤمن حريص حرصاً لا حدود له على أن يستقيم على أمر الله. فحينما تؤثر رضاء الله على كل حبوب نفسك، عندئذ الطريق إلى الله سالك. كل شيء في مخالفة بعد عنه، ولا تعبأ به ولا تنظر إليه، ولا تقول إنه حضارة يا أخي عايش مع العالم كله، ونقل أمضي هذه السهرة من محطة إلى محطة، أرى الأخبار تارة، الرياضة تارة، أحداث العالم حدث في مثل هذا اليوم. يا أخي عايشين مع العالم كله، أنا أقول لك عيش مع ربك، هو مصدر السعادة الله عز وجل. فالله عز وجل عزيز، معنى عزيز لا يمكن أن يقبل عليك إلا إذا آثرته على كل شيء. كلمة قد تكون صعبة، لكن والله الحقيقة مرة. إذا في شهوة أغلى عليك من الله، الطريق إلى الله غير سالك. بتصلي صلي، بتصوم صوم، بتحج حج. حينما تدخل بيتك وتقول الله أكبر، لك طريق إلى الله، في خط ساخن مع الله، فيك تناجيه. نريد مؤمن قيم تحكمه، مبادئ الدين تحكمه. نريد مؤمن يقول لا بملء فمه لمخالفة شرعية. نريد مؤمن قوي بالحق، خذ الكتاب بقوة حتى تقطف ثمار الدين. بصراحة مفهوم الشيطان عنا غير واضح، ضبابي. وفي الأعم الأغلب قلما يؤمن به إنسان، وقد يكون الشيطان متغلغلا في كيانه. أيام إنسان يتكلم كلمة، أنا والله الذي لا إله إلا هو، أشعر أن شيطانا بداخله يتكلم، شيطان بكل معنى الكلمة. فالإنسان إذا ما استعاذ بالله من الشيطان قد يتغلغل في كيانه، وقد ينطق بلسانه، وقد ينظر بعينيه. يعني أربع أخماس كلام الناس الشيطان ينطق بلسان الناس. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إذا في نزهة تحجبك عن الله اركلها بقدميك، إذا في لقاء ليس فيه حق اركله بقدميك، حافظ على سلامة قلبك. فنحن في باب استحباب العزلة عند فساد الزمان.